ومن خلال هاد الجديد ديالك الأدبي يعني كاين واحد دعوة للقائمين بالشأن الثقافي باش يلتفتوا لآلات العود الرباعي، يعني في محاولة أننا ولو تنظيرا ولو إذا صعب الأمر ممارسة فأنا أطلب منهم تنظيرا فقط. لماذا؟ شرح. لأنه الأوتار الأربعة الموجودة في العود الرباعي هي الركائز الأساسية اللي اعتمدوا عليها المنظرين في ترسيخ النظرية الموسيقية العربية والأندلسية. هذوك الأوتار الأربعة هما الأساس في صناعة الألحان، هذوك الأوتار الأربعة هما الأساس في صناعة المقامات والطبوع. يعني ما خصناش نغفلوا هذا الشيء، وما خصناش هذا الرمز اللي كانت هي الأساس في هذا الشيء كله وفي رمشة عين وفي غفلة من الزمان وهيمنة العود المشرقي نهملوه لهذه الدرجة. هي دعوة للمعاهد الموسيقية وللقائمين على الشأن الثقافي المغربي باش يهتموا بهذه الآلة ولو تنظيرا. يعني من نقول لك دابا أنا عندي بعض الأوتار الذيل والحسين والمايا والرمل، خص أي طالب في المعهد يكون يفهمش مع معنى ديال هذا بعض الأوتار. علاش؟ لأنه كيدرس الموسيقى الأندلسية اللي عندها خصائص ومميزات خاصة تنفرد بها عن باقي الموسيقات الأخرى المغربية أو العربية إن شئت. يعني خصنا نربطوا التقعيد بالمصطلحات الموسيقية الأندلسية، التقعيد في الموسيقى الأندلسية خصنا نربطوه بالمصطلحات الموسيقى الأندلسية وبالمفاهيم ديال المصطلحات. يعني بلغة أخرى ما نقعدوش الموسيقى الأندلسية بالنظرية الغربية. نعم.